في بلد السمسمية انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمعرض السويس للكتاب. المعرض ده بيجي بمشاركة حوالي 51 ناشر بيقدموا في الحقيقة مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة، ومش بس كتب، في المعرض أيضا فقرات فنية، فرق الفنون الشعبية، فرق ثقافية وترفيهية لكل الأعمار. أعتقد يعني شخصية السويس هتبقى طاغية جدا في هذا المعرض. حقيقة مصطفى، ولأن معرض الكتاب يعني دايما بيكون فيه مناسبة كده ثقافية مهمة، حبينا أن احنا نعرف أكتر عن تفاصيل الدورة الحالية. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتب. صباح الفل عليك. صباح الخير لحضراتكم. ازيك يا فندم؟ يعني وحابين نعرف منك طبيعة ونوعية الكتب اللي بيشتمل عليها معرض السويس للكتاب. بالفعل زي حضراتكم ما أشرتم، معرض السويس للكتاب هي الدورة الثانية. الدورة الثانية الحقيقة بتشهد تطور كبير عن الدورة الماضية، لأن هذه الدورة تشهد ضعف عدد الناشرين، ضعف عدد دور النشر، الاهتمام أكبر بثقافة وتراث مدينة السويس. طبعا خلال الشهر الماضي كان هناك احتفاء بمدن القناة، وأيضا احتفاء بالمدن الساحلية من خلال تقديم معارض الكتب في هذه المحافظات، لأن محافظة السويس في هذا الشهر وغيرها من المدن الساحلية ليست فقط تضم أبناء السويس، ولكن تضم مختلف أبناء الشعب المصري المتواجدين على الشواطئ المصرية. كان لابد أن يكون الكتاب رفيقا وصديقا لكل هؤلاء من الزائرين، لأن فكرة أن تتواجد المنتجات الثقافية سواء كانت الكتاب أو العروض الفنية أو الندوات أو غيره، هذا أمر مهم جدا من أجل الإسهام في بناء وعي جيل جديد من الشباب وأيضا الأطفال. معرض السويس فعلا بيضم حوالي 52 دور نشر ما بين قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر ودور نشر خاصة، وبالتالي الكتب الموجودة هي كتب إصدارات حديثة. إذا تكلمت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فهتكون موجودة في معظم مجالات المعرفة الإنسانية، سواء كانت المقدمة للطفل أو التاريخ أو العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية وغيرها، وبأسعار مناسبة للغاية. أسعار في متناول الجميع. الكتب في وزارة الثقافة بتبدأ من جنيه. صحيح. يعني في كتب بخمسة جنيه وعشرة جنيه، وهذه الكتب إصدارات حديثة. أنا حابب إن أنا أقول إن معرض الكتاب فقط ليس مجرد يعني نافذة لبيع الكتب، ولكن هو حالة ثقافية. حالة ثقافية لأن المعرض على مدار أيامه العشرة بيضم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية من هيئة قصور الثقافة، بيضم ندوات فكرية وحوارية وأغلبها من أبناء محافظة السويس من الكتاب والمبدعين والروائيين والشعراء الحاصلين على جوائز والمشكورين. الأمر الآخر ورشات للأطفال، ورشات حكي بتقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب وتقدمها مكتبات مصر العامة من خلال المكتبات المتنقلة اللي انضمت لأول مرة هذا العام إلى المعرض، سواء كانت في معرض السويس أو حتى في معرض المحافظات. طيب دكتور بهي، أنا يهمني أتكلم عن الكتاب الحكومي لأن ده يعني هو العنوان اللي بتقول بيه الدولة يا جماعة تعالوا اقروا، أو يعني ده المشهد الحكومي الخاص بدعوة الحكومة المصرية للقراءة. عندنا المركز القومي للترجمة، عندنا هيئة الكتاب، عندنا هيئة قصور الثقافة، كلهم بينتجوا كتب أو بيطبعوا كتب مدعمة. قول لي أبرز العناوين وأبرز المجالات وأبرز ما يقدم في هذا الأمر من خلال معرضكم. يعني لو حضرتك بنظرة بسيطة جدا في الهيئة المصرية العامة للكتاب يمكنك أن ترى أعمال الأديب طه حسين بأسعار لا تتجاوز 40 جنيه للكتاب. جميل. من سلسلة أدباء القرن العشرين، سواء كان موجود ليوسف جوهر أو موجود للدكتورة سهير القلماوي أو نعمان عاشور أو غيرها، لن تتجاوز هذا السعر. بالإضافة إلى سلسلة ديوان الشعر المصري الذي يرصد الشعر المصري منذ أن عرفت مصر اللغة العربية حتى يومنا الراهن، ومن بينها الشعر الصوفي، ستجد هذا السعر. الكثير من الكتب المترجمة في سلسلة الألف كتاب الثاني وغيرها. الحقيقه الهيئه المصريه العامه للكتاب بتطبع سنويا متوسط 400 عنوان في السنه في كل المجالات المعرفيه ولكل الشرائح. العروض اللي بتقدم ايضا من خلالها العمل لقصور الثقافه والمركز القومي للترجمه كما اشرت هي عروض كبيره جدا. هذا يؤكد ان هناك دعم حقيقي. بالزبط. دعم حقيقي للثقافه من الدوله المصريه، لان قيم الجمهوريه الجديده من بينها بناء الانسان على المستوى الروحي والمستوى الثقافي.
وهذا ما نسعى إليه من خلال أن يكون الكتاب وهو الكتاب الورقي حتى هذه اللحظة، حتى لو كان الكتاب الرقمي، في النهاية الكتاب ككتاب هو مصدر أساسي من مصادر المعرفة حتى هذه اللحظة التي نعيشها إلى الآن. صحيح. هو مصدر موثوق فيه، لأن المعرفة اللي هي المتواجدة على المنصات الرقمية أو غيرها هي قابلة للتحوير والتغيير في أي لحظة. إنما الكتاب يعني بيتميز بالثبات، ولذلك دايما احنا بنقول ان ايه المرجع هنا، فبنقول ان احنا عندنا مرجع كتاب، سواء كان كتاب رقمي او كتاب ورقي. عظيم. طيب الشخصيه، خليني اقول لمعرض الكتاب في السويس اللي بيختلف او بيميزها عن المعارض الثانيه، دي حاجه. وتاني حاجه حابين نعرف برضو من حضرتك اهم حاجه، مده العرض ومواعيد العمل بالمعرض قد ايه؟ المعرض بيبدا مع انتهاء النهار وبيستمر على مدار الليل لحد الساعة الواحدة ليلا. طبعا بحكم طبيعة المدينة المصيفية، عندما نتحدث عن معرض السويس الحقيقة نحن نتحدث عن التنوع الثقافي المصري. كل معرض في كل محافظة له سمة مميزة، وليست خاصة إنما مميزة، لأن مصر الحقيقة لديها ثراء في التنوع الثقافي كبير جدا. فعندما نكون في السويس بالتأكيد السمسمية هتبقى موجودة، بالتأكيد الكثير من كتاب السويس، من أبناء السويس، من المبدعين، من الذين حصلوا على جوائز، من الشعراء، من الروائيين، هيكونوا موجودين على منصات الحوار في الندوات الثقافية. نفس الأمر، كنا في بورسعيد، كنا في رأس البر، هناك احتفاء خاص في معارضنا بالعناصر المميزة للثقافة المصرية، وإن شاء الله ده هينتقل لبقية المحافظات في خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. المعرض مستمر لغاية إمتى يا فندم؟ 10 أيام بإذن الله. 10 أيام. جدول الحاجات الثقافية عامل إزاي؟ يعني إحنا كل يوم بيميزوا إيه؟ إحنا عارفين إحنا زي ما قلنا دي بلاد السمسمية. الأنشطة هتبقى عاملة إزاي؟ أولاً يومياً بيكون في جناح الطفل بيشتغل مع بداية المعرض إلى نهايته، سواء على مستوى ورشات الحكي أو الورشات الفنية أو الورشات التثقيفية. كويس. بالإضافة إلى وجود مسرح متنقل يعني تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل المعرض، هذا المسرح يومياً هناك عروض فنية مجانية لفرق الفنون الشعبية داخل محافظة السويس ومدن القناة كلها. وبالتالي علشان اللي موجود من المصطفين يقدر يشوف فنون المدن الساحلية وفنون مدن القناة. بالإضافة إلى ندوة ثقافية يومية، هذه الندوات من بينها ندوات شعرية، لندوات لمناقشة الكتاب الروائيين، ندوات لمناقشة فكرة المسرح في هذه المدن، لمناقشة التراث اللي موجود في وتعريف، وهذا دور مهم جدا من بين الأنشطة الثقافية، تعريف بالتراث المتواجد داخل مدينة السويس. طب بالنسبة لمشاركة المركز القومي للكتب المترجمة ومشاركة الكتب المترجمة بشكل عام في المعرض، لو حضرتك تحكي لنا عنها أبرز هذه. بالتأكيد المركز القومي للترجمة له دور مهم جدا في أن يكون جسرا يربط ما بين الثقافة العالمية والثقافة المصرية والعكس. المركز منارة حقيقية لتعريف القراء بالعربية بما أهم ما ينتج في العالم أو في أي مكان خارج مصر أو خارج نطاق الناطقين بالعربية. المركز متواجد معنا الحقيقة، وكل الشكر والتقدير للمركز والأستاذة الدكتورة كارما سامي مدير المركز القومي للترجمة، لأنها حريصة أنها تكون متواجدة معنا، وده شيء يعني مهم جدا لي، وفي الحقيقة إقبال على هذه الكتب. لكن أنا حابب كمان أشير لحاجة مهمة جدا، أن عندما يكون هناك معرض للكتاب هذا يعني أن هناك تضافر لجهود الدولة المصرية، وليس فقط الهيئة المصرية العامة للكتاب. أنا هنا أتحدث عن وزارة الثقافة، لأن التوجيهات الدكتور أحمد هنو أنه لابد أن تكون هذه المعارض مؤثرة، أن تكون هذه المعارض لها رسالة حقيقية ومتطورة، وبالتالي كان هناك تنسيق جيد مع محافظة السويس. حابب أن أنا أوجه الشكر لسيادة اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس اللي سهل ووفر كل الإمكانيات من أجل أن يقام هذا المعرض على هذه المساحة الكبيرة، لأن هو موجود على ممشى السويس. مساحة كبيرة جدا وفرها مجانا من أجل أن يقام هذا المعرض بهذه الصورة التي تليق بهذه المحافظة العريقة.
لو عايز اتكلم عن اهميه وجود المعارض اللي هي موجوده في محافظاتنا المختلفه طول السنه، يعني احنا بلد معرض الكتاب، محدش يختلف على هذا الامر، احنا نعم. اللي بدعنا هذا الامر في الوطن العربي. صحيح في دول خليجيه عندها معارض، وصحيح في معارض عالميه اوروبيه، ولكن يظل معرض الكتاب هو الاقدم والاهم والابرز. وجودها بقى بشكل منفصل كده في المحافظات، رسالة بتؤكد إيه وبتوصل يعني رسائل إيه للداخل وللخارج يا دكتور أحمد؟ هي تحمل أكثر من دلالة وليست دلالة واحدة. على المستوى الثقافي والمستوى التنويري يؤكد أو تؤكد هذه المعارض أن هناك شغف حقيقي من الجمهور المصري بالكتاب والقراءة، لأنه لولا إقبال الجمهور المصري على القراءة والكتاب لما نجحت هذه المعارض. صحيح. ده رقم واحد. الثقافة نفسها هي مكون أساسي من مكونات الإنسان المصري، ولذلك حضرتك هتجد أن أي فعالية ثقافية حقيقية، أي قيمة ثقافية حقيقية هتجد عليها إقبال، سواء كانت في الثقافة المقروءة أو الثقافة البصرية. الأمر الآخر هو توفير، يعني هذا يدفعنا دلالة أخرى أن يتم توفير الكتاب بشكل دائم للقارئ المصري في كل مكان. نحن بنروح لحد القارئ المصري إلى مكانه، إلى محافظته. معارض الكتب أيضا هي تسهم في ترويج المنتج الثقافي، نافذة حقيقية تسهم بها الدولة المصرية من أجل إنعاش ثقافة أو إنعاش صناعة النشر، لأن كثير من الناشرين الذين ينضموا إلى هذه المعارض لا يمتلكون منافذ بيع حتى في القاهرة. أي. وبالتالي هذا تشجيع لصناعة النشر، هذا ترويج لهذه الصناعة، تقوية لها، لأن مصر تمتلك أكبر عدد من الناشرين في الإقليم وفي الوطن العربي، يعني اتحاد الناشرين بيضم أكبر عدد، مش متوفر هذا العدد في أي مكان آخر. صحيح. صحيح. كمان معارض الكتب في مصر لها طبيعة خاصة. أي. وربما إذا زرنا معارض كتب غربية أو معارض كتب في الخارج هنجد أن هناك اهتمام فقط بتسويق الكتاب أو حتى الحديث مع كاتب أو كاتبين. صحيح صحيح. شكرا لك دكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وبالتأكيد معرض السويس له زخمه وله أهميته، والحديث عنه مش هيكون بس مقتصر على هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك يا دكتور.